قصف بقذائف 57 من حاج الزلين على مدينة اللطام من بريف حماة الشمالي. قصف بقذائف 57 من حاج الزلين على مدينة اللطام من بريف حماة الشمالي. أربعة وعشرين أربعة 1 يقوم بقصف مدينة اللطام بقذائف الهواء والدخان يتصاعد. 24/4/2015 قصف بقذائف 57 من حي الزلين على مدينة اللطام بريف حماة الشمالي. 24/4/2015